فرقة مسار إجباري تستعد لإقامة حفل غنائي كبير ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين. طبعا فئة كبيرة من الجمهور مستنية الحفلة واللي المفروض هتقام يوم 16 أغسطس وهتكون من ضمن أكبر الحفلات في المهرجان. فرقة مسار إجباري يمكن من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي اللي بتقدم النوع ده من المزيكا الأندر جراوند أو فرق الأندر جراوند، ورحلتها بتمتد لأكثر من 20 سنة من عام 2014. يمكن كان من أبرز ألبوماتها اقرأ الخبر وتقع وتقوم والألبوم، ومن أبرز الأغاني اللي عملت صدى كبير بين جماهير الفرقة أغنية نهايات الحكاوي وصباحك. وكمان مسار إجباري انتهوا مؤخرا من تسجيل ألبومهم الرابع، وعشان نعرف تفاصيل أكثر عن مشاركتهم في الحفلة هينضم إلينا الفنان تامر عطلة عضو فريق مسار إجباري. مساء الخير، برحب بيك. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك، ويمكن على مدى 20 سنه قدمتوا كتير من الاغاني بشكل مختلف وناجح، هل كنتوا متوقعين النجاح الكبير ده للمره الثانيه للفرقه وانها تشترك في مهرجان العالمين الجديده؟ ايه يا ترى المفاجات اللي ممكن تعملوها للجمهور السنه دي؟ اكيد احنا مبسوطين ان احنا للمره الثانيه السنه دي ان شاء الله هنشترك في المهرجان يوم 16 يوم الجمعه ان شاء الله. واظن انه كمان النسخه المره دي بتاعت المهرجان يعني بيتهيألي اوسع واكبر، وميديا وايز هي في يعني حفاوه بيها كبيره يعني. ده حقيقي. فاحنا مبسوطين جدا 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 ان احنا هنبقى موجودين في المهرجان برضه يوم 16، ومعانا كمان يعني فنانين تانيين معانا في نفس اليوم احنا بنحبهم جدا واصدقائنا، وسعد ماسي وحمده نمره. واظن ان احنا يعني بنسعى ان احنا نعمل حاجه كمان للجمهور المفاجاه مع بعض ان شاء الله. يعني هتغنوا اغاني من الالبوم الجديد ولا محضرين ايه للجمهور مفاجاه؟ هنغني الاغاني اللي نزلت مؤخرا. احنا طبعا الالبوم بنحاول نخليه برضو نتقل عليه شويه عشان لسه نبسط بيه اول ما ينزل. احنا لسه فاضل لنا في ثلاث اغاني المفروض نسجلهم اخر الشهر ده بعد الحفله ان شاء الله. بس اظن انه الجمهور بتاع المهرجان برضو بيبقى شويه، طبعا احنا نحب ان احنا يعني موضوع الستيج ان احنا نطلع والجمهور موجود ده، وفي مكان زي العالمين دي حاجه يعني بالكبر ده كمان دي حاجه بالنسبه لنا لطيفه جدا يعني. الحفله طبعا هتكون ضمن اكبر الحفلات في المهرجان لان انتم مش هتشاركوا لوحدكم زي ما قلت مع النجمه سعاد ناسي والمطرب حمزه نمره. شايفين وجودكم في حفله مع مطربين وكل حد فيكم بيقدم شكل مختلف وكلمات مختلفه، شايفين ده ازاي؟ انا على فكره انا عاجبني جدا اللاين اب اللي هو الاختيار بتاع مسار اجباري وحمزه وسعاد ماسي نفس على نفس الستيج، دي حاجه ده اختيار ذكي جدا وموفق جدا. طيب دايما ايه الاغاني يمكن اللي بتطلب منكم اكتر حاجه في حفلاتكم المختلفه ومتوقع انها تطلب في الحفله اللي الجمهور مستنيها جمهور مسار اجباري؟ بتطلب مننا الوداع، بتطلب مننا رغم المسافه، بتطلب مننا زيك انا، بتطلب مننا نهايه الحكاوي. يعني انا اظن ان الناس كمان انا اظن كمان الجمهور بتاع يوم الحفله دي يعني، وطبعا الجمهور كله جميل وكل حاجه، بس يعني سبيشال كده يعني ذواق بيركز كمان في الليركس في الكلام كتير قوي يعني اكتر من اي يوم تاني، لانه الثلاث فنانين الموجودين في اليوم ده هم عندهم يعني منمقين قوي في اختيار كلامهم. احنا على العموم هنستنى مفاجاتكم في الحفله ونتمنى لكم التوفيق وتكون حفله متميزه. بشكرك الفنان تامر عطله عضو فريق مسار اجباري، شكرا على وجودك معنا.